الانطلاق يتواصل هنا عبر هذا المهرجان، مهرجان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه. على بركه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، تعلن انطلاقه هنا الشوط الحادي عشر، وهذا الشوط الخاص او الشوط العاشر هنا مشاهدينا الاعزاء، الحادي عشر والخاص ايضا في هذه الانطلاقه بالجعدان المحليات الاصايل. على بركة الله مشاهدين الاعزاء اعلنت هذه الانطلاقة ضمن هذه الرياضة العربية الاصيلة بالاعداد الهائلة، ولكن التذكير بانطلاقة الكؤوس في الفترة المسائية، الكؤوس الخاصة بسن اللقاية. هناك بمشيئة الله سوف تكون الانطلاقة في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. المركز الأول خالد بن حمودة الحرسوسي على المركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين يتواجد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث هناك صوغان معتوق بن رغش بن طبازة بن الدودة العامري، بينما المركز الرابع شاهين ناصر بن علي بن خامس ياتينا هنا سلهود حمد بن محمد او محمد بن حمد بن محمد الوهيبي، ياتينا على المركز الرابع في هذه اللحظات. بن علي المزروعي والمركز السابع، المركز السابع هنا يتواصل من يعمل الرقم 22 راشد بن محمد بن راشد بن غدير يتواجد ويقدم لنا شاهين هناك على المركز الثامن في هذه اللحظات. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، المركز التاسع يصل هنا شاهين محمد بن خميس بصوب الكتبي، بينما المركز التاسع شاهين محمد بن غاصب العفاري على او محمد بن سيف بن غاصب سيف بن محمد بن غاصب العفاري يتواجد هنا مع هذه الانطلاقة. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هكذا هي انطلاقتنا ومسارنا، ولكن اعود التغييرات بدأت ايضا مع الزعيم، غير الامور فارس بن علي المزروعي غير الصدارة، بينما المركز الثاني هناك صوغان معتوق بن رغاش بن طبازة العامري، والمركز الثالث هناك ايضا دكتور الاصايل يتواجد مع شاهين محمد بن علي بن سلطان بن رشيد يتواجد يقدم لنا شاهين على المركز الثالث. المركز الرابع وصل هنا من يحمل لنا رقم 8 ولكن هناك مجهول. المركز الرابع المركز الخامس هناك يتواجد شاهين محمد بن خميس بصوب الاكتبي، والمركز السادس هنا والمركز الثامن يتواجد حامل الرقم 41، بينما هنا يتواجد اللي هو سيف بن محمد شاهين سيف بن محمد بن غاصب يتواجد العفاري مع شاهين على المركز السادس في هذه اللحظات. غير الامور الاسماء القادمه، الاسماء الماهر عبد الله بن محمد بن سهيل العامري يقدم الماهر، هناك العفاري يتواجد ويقدم لنا شاهين، بينما الاسم القادم الساد هناك اسم الساد ما شاء الله مختار للدكتور سعيد بن محمد بن شرجي العامري يتواجد هنا ايضا مع هذه الانطلاقة المميزة. هنا الاسم القادم، هنا الاسم القادم من يحمل الرقم 3 في هذه اللحظات هنا المجهول، ولكن هناك ايضا هذه النتيجة. اعود الى صدارة الشوط، اعود الى مقدمة الشوط. اذا اعود الى الصدارة، الزعيم على الصدارة، فارس بن علي المزروعي على صدارة الشوط على الانطلاق الاول، والمسار هناك مع المزروعي مع الزعيم. فارس بن علي المزروعي يقدم الزعيم، بينما المركز الثاني المركز شوف صوغان معتوق بن رغاش بن طبازة العامري، والمركز الثالث شاهين محمد بن علي بن سلطان بن رشيد، المركز الرابع المجهول، المركز الرابع
إذن هنا شاهين على المركز الرابع حاضر بن علي المزروعي، والمركز الخامس يحمل الرقم 41 هنا يتواجد واحد من المجهولين، بينما هنا شاهين عبد الله بن سهيل العفاري يتواجد هناك، ولكن هناك يتواجد الدكتور مع مختار الدكتور سعيد بن محمد بالشرجي العامري. هذه النتيجة، بدأت الأسماء مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام هناك بالانطلاق المميز بالأداء الجميل، ولكن هناك الزعيم على صدارة فارس بن علي المزروعي على صدارة الشوط. المركز الثاني صوغان يتواجد هناك، صوغان على ثاني المراكز يتواجد معتوق بن راج بن طبازة العامري، والمركز الثالث هناك يتواجد ايضا على ثالث المراكز حاضر بن علي المزروعي على ثالث المراكز، ولكن دكتور الاصايل قادم مع شاهين محمد بن علي بن سلطان بن رشيد سراب خالد بن حموده الحرسوسي يتواجد هناك مع شاهين. هناك ايضا وصل شاهين، وصل سيف بن محمد بن غاصب العفاري، يلا يا ليديلي يلا على هذا الاداء الجميل، يلا 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 هناك الاداء المتميز، غير شاهين سيف بن محمد بن غاصب العفاري على صدارة الشوط على الانطلاق الاول، ولكن المسار الصحيح والانطلاق مع سيف بن محمد بن غاصب العفاري على صدارة الشوط على الانطلاق الاول، ولكن المركز الثاني هناك ياتينا على ثاني المراكز مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام على ثاني المراكز يتواجد هناك حاضر بن علي المزروعي يتواجد مع المركز الثاني الاول الانطلاق التحدي المثير. هناك شاهين وهناك ايضا شاهين، ولكن غير العفاري انطلق، سيف بن محمد بن غاصب العفاري غير الامور الى مقدمة الشوط الى الانطلاق الاول. تهانينا والناموس على هذا الفوز لسيف بن محمد بن غاصب العفاري المركز الثاني. ثمانية هناك المزروع المركز الثالث وصل فيه السراب لخالد بن حمود الحرسوسي، المركز الرابع هناك وصل 67 مجهول، والمركز الخامس هناك من يحمل الرقم 41. إذا تهانينا والناموس للجميع. إذا تهانينا والناموس لسيف بن محمد بن غاصب العفاري، 7:45 تسع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز، والناموس للي ديلي أيضا يقدم هذه النوعيات، بينما المركز الثاني تواجد هناك أيضا 7:45 تسع أجزاء من الثانية، هناك من تواجد على المركز الثاني حاضر بن علي المزروعي، المركز الثالث وصل السراب 7:47 ست اجزاء من الثانية، هناك من تواجد معنا سراب ويحمل الرقم 33. تهانينا والناموس للحرسوسي اللي هو خالد بن حمودة الحرسوسي على هذا الفوز. اشواطنا تتوالى شوطا تلو الاخر ونهاية الشوط 11 وبداية الشوط 12 بعد قليل، هنا هذا الشوط الخاص بالقعدان المحليات الاصايل، انهى الشوط اللي هو شاهين سيف بن محمد بن غاصب العفاري. تهانينا والناموس على هذا الفوز.